الحمد لله رب العالمين بعد عناء طويل ولله الحمد. اليوم صار حفل تخرجنا، وحاب اوجه كلمه شكر للدكاتره والمساتره اللي درسوني، جزاكم الله خير. والحمد لله رب العالمين نحن في هذا المكان في قاعه العرفان، واليوم حفل تخرجنا من الكليه المهنيه للعلوم البحريه بالقابوره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعور لا يوصف بمشاركة الخريجين والخريجات وزملائي الطلبة في الكلية المهنية، وأشكر المساتره والإدارة بالكلية المهنية. أبارك لنفسي أولاً وأبارك للخريجين والخريجات بالكليات المهنية في السلطنة.